للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من مارسيليا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز. خالد أهلا بك، لو تطلعنا على تفاصيل أكثر حول التصريح الصحي للمراهقين في دخول بعض الأماكن كالسينما والمقاهي، تفضل. تحياتي زميلتي العزيزة شيماء ليك ولكل السادة المشاهدين. اعتبارا من اليوم شيماء سيتم تطبيق فرض قانون المرور الصحي والذي سبق وتم تطبيقه على جميع الفرنسيين من فوق 18 عام. من اليوم سيتم فرضه على المراهقين من هم ما بين سن 12 و17 عام، حيث كان قد تم استثنائهم شيماء في المرة الأولى، وذلك حتى يمكنهم الدخول إلى الأماكن الترفيهية زي دور السينما والمسرح أو حتى المشاركة في النزهات المدرسية اللي بيتم تنظيمها من قبل المدارس. يعني المختصون أو العاملون في قطاع المراقبون في قطاع الإعلام أكدوا على أن هذه محاولة أخيرة لدفع المترددين من أهالي هؤلاء الطلبة من بأخذهم للتطعيم، وأن هذه الخطوة بتأتي في إطار دفع أو إجبار أولياء الأمور لتنظيم أولادهم حياتهم التعليمية في حتى لا يتم حرمانهم من مثل هذه من الخروج إلى مثل هذه الرحلات المدرسية. من المعروف شيماء أن أكثر من 90% من الطلبة المراهقين تم أخذهم على الأقل جرعة واحدة من طبعا التطعيمات. نعم، طيب ملامح الوضع الصحي الآن خالد يعني ليدفع الحكومة للحديث عن تمديد حالة الطوارئ للصيف المقبل، في حين كان من أيام هناك إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة، ما هو الوضع تحديدا في فرنسا؟ الحقيقة شيماء الوضع الصحي في فرنسا يشهد يعني تحسنا كبيرا، وهناك 47 مقاطعة سيتم اعتبارا من 2/4 أكتوبر يعني من الاثنين القادم دخول التلاميذ في المرحلة الابتدائية والحضانات والمدرسين إليها بدون كمامات، وهي هذه الأماكن هي الأماكن التي تشهد بالفعل تحسنا، حيث سجلت مثلا الإصابات أقل من 50 إصابة لكل 100,000 نسمة في اليوم الواحد، وده هو الشرط اللي بيتم القياس عليه. كان في هناك الحقيقة شيماء يعني تصريحات لرئيس ماكرون وأيضا للوزير الصحة أولوييه فيران، وكانوا بيقولوا في هذا التصريح أنه علينا أن نحد من استخدام قانون المرور الصحي، إلا أن المجلس العلمي والبروفيسور ديل فريسي أكد على أن هناك ما زالت إصابات في بعض المناطق الأخرى، وهذا ممكن أن يؤثر بصورة أو بأخرى على الوضع الصحي، بالرغم من أن هناك تحسن إلا يجب علينا أخذ الحيطة والحذر حتى لا تنتقل الإصابات من منطقة صحيح الأخرى. يعني التخوف من انتقال الإصابات في مدن أو بلدات ربما تعاني من ارتفاع في الإصابات لبلدات أخرى انخفضت بها الإصابات، يعني ما هي الإجراءات أو ما في يد الحكومة الفرنسية لمنع حدوث ذلك مع وجود يعني فتح في الإجراءات أو ربما تخفيض في التدابير الوقائية والأمنية الخاصة بجائحة كورونا في فرنسا؟ وزارة الصحة الفرنسية كانت قد أعلنت أنه سيتم التمسك بقانون المرور الصحي حتى 15 من نوفمبر. بعد اجتماع الأمس الرئيس ماكرون مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء خرج جابرييل أتال ليتحدث عن تمديد هذه الفترة حتى الصيف القادم والتمسك بالمزيد من الإجراءات الاحترازية وعدم إلغاء لا ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ولا قانون التصريح يعني المرور الصحي، وذلك في إطار التشديد على الإجراءات الاحترازية من أجل منع عدم انتشار هذا الفيروس. نعم. الآن الوضع الصحي في فرنسا تحت السيطرة. ما يساعد الحكومة الفرنسية شيماء، وهذا مهم جدا، هو التزام الفرنسيين أنفسهم سواء في المدارس أو في الجامعات أو حتى في الأماكن المغلقة من المتاجر التجارية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا خالد شقير مراسلنا من مارسيليا، شكرا لك.